شكرا شكرا جزيلا. سيادة رئيس المحكمة، ورد واحدة من الوثائق التي تتحدث عن كتاب صادر عن ديوان الرئاسة في عام 89، وأنا كنت في ذلك الوقت أنا رئيس ديوان الرئاسة. أرجو أن يدقق هذا الموضوع من قبل هيئة المحكمة تدقيقا يعني دقيقا، حيث أول أمس أيضا عرضت وثيقة أنا ما علقت عليها حقيقة، ما لث أخذ من وقت المحكمة، اللي فيها هذه الوثيقة هو منح رواتب لمتوفين أو لشهداء وموقعة من قبل رئيس الديوان، يقول بناء على حصول الموافقة. هذا مهم بالنسبة لي جدا، وأرجو أن تطلعون عليه وتدققوا وتقفوا. احنا قريناها هالشكل إذا تسمح لي. يقول بناء على حصول الموافقة واستنادا إلى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة، تقرر منح رواتب إلى المتوفين فلان وفلان وفلان، تبدأ بالتسلسل الفلاني وتنتهي. هذا الأمر وهذا النص سيتكرر، وبه خلفيات. خلفيات أكو أضبارة كبيرة تتعلق بهذا الأمر، ابتداء بناء على حصول الموافقة، تعني موافقة السيد رئيس الجمهورية. بناء على حصول الموافقة يعني أن معاملة مرفوعة إلى رئيس الجمهورية موجهة من قبل الدائرة القانونية، تقول فيها أن فلان وفلان وفلان متوفين بالجبهة ومستشهدين، يرجى الموافقة على تطبيق أمركم السابق بمنح هؤلاء المتوفين رواتب. يقول موافق، يقول موافق. هذه المطالعات تعود إلى الدائرة القانونية لتنفذ الأمر. سابقا قبل 89، قبل 87، كان مثل هذا الأمر يتطلب صدور قرار من مجلس قيادة الثورة له قوة القانون. إذا تسمح لي سيادة رئيس المحكمة، أرجو أن تكون وياي لأن هذا الموضوع يخصني. وياك بابا، وياك. أنا العدوين فرايحين بيتي. أي نعم. لكن في عام 87، للظروف اللي كانت تمر بها البلد، تقررت السيد رئيس الجمهورية تقرر التخلي عن التوقيع لعدد من الأمور حتى ينصرف لأمور أكبر منها، وخول رئيس الديوان بعد موافقته هو بالتوقيع على عدد من القضايا ومنها منح رواتب. بس احنا ما حسبناك على التوقيع. لا لا، مو أنا أريد أشرح لنفسي الحقيقة. أمس يا بل شوف من يصير إراءة المستندات ذاك الوقت يكون لكم مجال لهذه. هسه احنا في محل السماع الى الشكوى المشتكين. احنا ما قايلين انه توجه المحكمة نحاسب الشخص على توقيعه او على توكيله او على من وكله. هذا شوف، هذا انت سجله عندك وسجل تاريخ الجلسة مالت اليوم. ومن ترجع الى الموقف بفكرك اللي تريده اكتبه، خلي يكون ضمن مطالعة مالتك. نعم ما ترجع. سيحصل ذلك. سيحصل ذلك، ولكن أنا ردت أوضح حتى لا تصدر تعليقات. رجاء، هنالك تعليقات قاسية تصدر أحيانا توجه كيف تتعاملون بهذا الشكل وهنالك قانون. التعليقات أنتوا حتى بيناتكم يصير هسه حالة اللي شفناها الجائزة الكل، يعني أنتوا والآخرين وحتى هاي المشتكين جائز متوترين، التوتر يخلق المشاكل. استريح مكانك، أنت من رجع التوقيف اكتب هاي، بعدين ضمن المطالعة عن طريق الزميل وكيلك قدمنا إياه أو بصورة شخصية إذا ردت، وتكون محل التقدير والنظر. جيد، تنطيني المدعي العام يزودني بوثيقة بهذه الوثائق التي تمسني. ما يخالف، بالنسبة للمدعي العام بعد شكراً. الجلسة زودوا بنسخة. شكرا جزيلا. شكرا، ما أريد أخذ من وقتكم، لدي حديث طويل ولكن ما أريد أخذ من وقتكم. شكرا جزيلا. إذا هالشكل إحنا وقت ما عندنا. دقيقة يا أخي، إحنا بعد عندنا شاهدين وبدينا متأخر. أخو ما أبقي جلسة لأن باكر عندي دعوة أخرى، بعد باكر عندنا مشاكل أخرى. خلصوا، إذا أسئلة مو منتجة في الدعوة، إذا أسئلة مو موضوعية اتركوها. كمان هسه إحنا هسه ساعة بالثنتين، بعد أمامنا شخصين، إذا أسئلة منتجة تفيد الدعوة أو تقدرون تقدمون المطالعة اتركوها. روحي بقى. أنت تشتكين على من؟
تلقى الحكومة العراقية السابقة. الحكومة العراقية السابقة. وكل من أثبت إدانته بهاي الجريمة. زين هذا هو.